بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا مع برنامجكم الحياة أخلاق، ونبدأ بأسماء الله الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. انتهيت مع حضراتكم في اللقاء الماضي من اسم الله العلي. النهاردة إن شاء الله هنعيش مع اسم الله الكبير. الكبير هو الذي يصغر كل شيء أمام عظمته وكبريائه. كل شيء في هذه الدنيا مقارنة بالله جل وعلا فهو صغير، فهو حقير. أي شيء في هذه الدنيا، كل المخلوقات، الله هو الذي خلق وذرأ وبرأ وسوى وأبدع. الكبير رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ماء جمد، جعل الجبال أوتادا، جعل الليل لباسا، جعل النهار معاشا، خلقنا أزواجا، جعل منا الذكر ومنا الأنثى، يقلب الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يفعل ما يشاء في أي وقت شاء، هو الحي الدائم أزلا سبحانه وتعالى. لا عز إلا عزه جل وعلا، هو العزيز، هو الكبير سبحانه وتعالى، عظيم الشأن سبحانه وتعالى. كل شيء يصغر ويتصاغر مع عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، زي ما قال سيدنا علي بن أبي طالب: جليل الجلالة كبير الكبرياء، قبل كل شيء ليس لأوله قبل، وبعد كل شيء ليس لآخره بعد. هو الذي أيد الأين لا يقال له أين، هو الذي كيف الكيف لا يقال له كيف. لا تحده السنات ولا لا تحده الصفات ولا تأخذه السنات، الأبد صفته والوجود أزليته. اسم الله الكبير ورد في القرآن الكريم 5 مرات، 4 مرات مع اسم الله العلي، وقلتها امبارح هقولها تاني للتذكرة. يقول جل وعلا في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يقول جل وعلا في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يقول جل وعلا في سورة سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وورد كذلك في سورة غافر: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. 4 مرات تأتي مقترنة العلي والكبير في آية واحدة، 4 مرات في القرآن، ومرة واحدة جاء اسم الله الكبير مع اسم الله المتعال. يقول سبحانه وتعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. الله متعال سبحانه وتعالى، هو العلي وهو المتعالي وهو الكبير، له الكبرياء جل وعلا. طيب، واحد يسأل ويقول لي: ليه ربنا سمى نفسه الكبير وما سماش نفسه الأكبر؟ أقول لك: سمى نفسه الكبير سبحانه وتعالى
لأن الكبير يقابله الصغير، فكل الخلق صغار أمام عظمة الله جل وعلا، وأمام جلال الله جل وعلا، وأمام كبرياء الله جل وعلا. إنما الأكبر أكبر منا جميعا. لذا يقول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. الله أكبر من كل كبير. مش بنقول في كل صلاة الله أكبر؟ يعني إيه الله أكبر؟ أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. أقبل على ربك ولا تنشغل بالخلق. وبعدين تكون في عمل وتسمع النداء بيقول الله أكبر، تسيب العمل وتروح للنداء تلبي نداء ربك جل وعلا. فمعنى الله أكبر إن أنت بتتفرغ من كل شيء وتقبل على مولاك سبحانه وتعالى. الله أكبر من كل كبير، مولانا هو العلي ومولانا هو الكبير. أدع ربك وناده في وقت السحر وقل يا علي يا كبير، يا علي يا كبير، يا علي يا كبير. نسأل الله أن يتجلى علينا وعليكم بأنوار وأسرار اسمه الكبير، اللهم أمين. هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني مع الأخلاق. صلوا على الحبيب.